بيعبر بعض الناس عن سعادتهم بالرقص، ودايما بنلجأ ليه في الاحتفالات والمناسبات السعيدة. ولكن افرض انت بدأت في الرقص ومعرفتش توقف ابدا. ده اللي حصل بالفعل سنة 1518 في مدينة اسمها ستراوبورغ في اقليم الالزاس في فرنسا. وفي شهر يوليو بالتحديد ضرب المدينة طاعون الرقص. هستيرية رقص جماعية سيطرت على معظم الناس في المدينة، فبدأوا يرقصوا لعدة ايام لحد ما مات منهم ناس كتير. بلاء الوباء لما خرجت ست اسمها فراو توروفيا في الشارع وبدأت ترقص بحماس شديد. استمرت الست دي في الرقص لمدة من 4 لـ6 أيام، وبعد أسبوع انضم ليها حوالي 34 شخص. وبحلول أغسطس انتشر الوباء ده وشمل حوالي 400 ضحية. البعض منهم مات نتيجة نوبات قلبية وسكتات دماغية وكمان الإرهاق. اعتقد الأطباء إنهم ماتوا نتيجة زيادة نسبة الدم الحار في جسمهم، فبدأوا ينصحوا يتم إنشاء مسارح وأماكن مخصصة للناس دي علشان ترقص فيها، معتقدين إنهم هيتعافوا لو بدأوا يرقصوا بشكل منتظم وكمان مستمر. بعض الناس دي بدأت تحس بإرهاق شديد، والوباء ده ما انتهاش لحد شهر سبتمبر. الموضوع ده ممكن يكون بالنسبة لبعض الناس أسطورة، بس لا، الحدث ده موثق بالسجلات التاريخية في القرن الـ16، وكمان ما كانش الفريد من نوعه، فظهر نفس الهوس ده في سويسرا وألمانيا وهولندا، ولكن الحدث الأول كان الأكثر عدد وتدمير كمان. انت كمان قولنا بعد اللي سمعته ده، لسه ناوي تروح ترقص فرح صاحبك؟ هنستنى تعليقاتكم، واستنونا في حلقة جاية من عجيبة دي.